السلام عليكم البنات، كديرين لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جيت لكم بفيديو جديد. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نديرو الكاسك، كيفاش تنظيف ديالو الزجاج ديالو من الخدوش او القماش اللي كيكونوا في الزجاج ديالو. بالنسبه للمكونات اللي غادي نستعملو بسيطه بزاف، وبالنسبه للنتيجه ديالها جد جد فعاله انك تعطي نتيجه زوينه، كيولي الكاسك كله لمعان. غادي نخليكم مع طريقة ديال المقادير اللي غادي نحتاجو، غادي ندوزو باش نوريكم المقادير. كنحتاجو معجون الأسنان، سينيال. بالنسبة لأنواع تاع سينيال كاينين بزاف، ولكن أنا غادي نستعمل سينيال. بالنسبة غادي نستعمل جوج ساشي ديال شامبوان وشيتا ديال الأسنان باش غادي نخدم هاد المكونات. عندي كاس تاع الماء وكاس خاوي اللي غادي نضيفو فيه المكونات اللي غادي نخدمو بيهم. غادي نبداو بسم الله على بركة الله. غادي ناخدو هاد الساشيات ديال شامبوان، غادي نضعهم في اناء كما كتشوفوا معايا. كما كتشوفوني ضفتهم المجوج، دابا غادي نضيف عليهم معجون الاسنان. كميه تكون شويه كثيره، تقريبا جوج معالق صغار. غادي نحاولوا نحركوا المكونات مزيان تندمجنا الخليط. غادي نضيفو ليهم القليل من الماء، غادي نبقاو نحركو المكونات مزيان تندمجنا الخليط مع بعضياته. ومن بعد كما كتشوفو من بعد ما ندمج الخليط لهذا الشكل هذا، غادي ندوزو باش نجيبو الكاسك ديالنا. وغادي نحاولو كما كتشوفو غادي نحاولو نحكو الجاجة ديالنا على هاد الشكل هذا. غادي نبقاو بنفس الطريقة تنستمرو نخدمو بشوية، ما نحاولوش نزربو بالزربة، نعطو الوقت ديالو باش نحاول هاديك الشيتة هي اللي غادي تحك لهادوك الجراح ديال الكاسك، يولي الكاسك ديالنا لامعان صراحة. كيولي زوين بزاف وغير بشوية، وخا حتى أنا كتشوفوني كنسرع ولكن راه كنخدم وقت طويل فاش خديت هاد الدجاج. بعد ما ساليت الدجاج من الفوق، دابا إن شاء الله غادي ندوز باش نحكو من الداخل. تقريبا المكونات ديالنا اللي كنستعملو ضروري خلوهم فوق من الدجاجة تقريبا واحد 5 دقائق او 6 دقائق، لا تعطي المفعول ديالها في الدجاجة باش ملي كتمسحها كتلقى داك اللمعان، ما تزربوش عليها تحيدوها بالزربة. دابا ان شاء الله غادي ندخلو باش نحكو الكاسك من الاتجاه الداخل. كما كتشوف معايا دابا غادي ندوز باش ننظف الكاسك. كما كتشوف معايا نفس المكونات راه غادي نحكو بهم الكاسك كامل تقريبا، ماشي غير الدجاج ديالو، غادي نحكو حتى الكاسك. صراحه كيعطي واحد اللمعان
زوين بزاف اللي بغى ينظف الكاسك ديالو. دي الطريقه سهله وبمكونات بسيطه بزاف. كما تشوف معايا الشكل كيولي لامعان. من بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. كيحيد هاد الخدوش ديال الكاسك، كيعطي واحد الرائحة جميلة للكاسك. بعد ما سالت الكاسك ديالي على هاد الشكل هذا، غادي نخلو مدة 6 دقائق او 5 دقائق كما قلت ليكم. ومن بعد غادي نحاولو نوريكم الطريقة ديالو باش غادي نسالوه. من بعد ما خليناه تقريبا 6 دقائق، دابا غادي نحاولو ننظفوه بالماء. كما كتشوفوا من بعد ما نظفنا الكاسك ديالنا، كما كتشوفوا اللامعان ولا فيه، مبقاش كما كان في الاول. كما كتشوفوا معايا مبقاش في دوك الخدوش، كيولي نظيف بزاف. كما كتشوفوا معايا صراحه المكونات بساط بزاف، وكتعطي نتيجه جد ايجابيه صراحه. كيولي جد بحال جديد تقريبا، كيولي فيه لمعان كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. صراحه كنتمنى تجربوا هاد المكونات في هاد الكاسك. كما شفتوا معايا بالنسبه للدجاجه قبيل كانت كتشوفوا كانت كاع مضبض وتقريبا كتبان لامعه. ما نظفنا الكاسك ديالنا، دابا غادي ندوزو الطريقه الثانيه. غادي نوريكم الطريقه كيفاش ديروا تتحموا الكاسك ديالكم من اشعه الشمس اللي كتكون ضاربه في الكاسك. بالنسبه لذاك الشعر اللي كيضرب في الكاسك ما كيخليكش تشوف الطريق مزيان. وبالنسبه لهذه الطريقه اللي غادي نستعمل معكم، غادي تحاول تحيد لكم الشعر غتولي عادي في الكاسك. غادي نستعملوا جوج طرق في هذا الاستعمال. بالنسبه للطريقه الاولى غادي نحتاجوا ورقه وغادي نقطعوها كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. غادي نقطعوا على النصف ديال الكاسك فوق، غادي تعطي ما تبقاش تخلي الاشعه تضرب في على العينين ديالنا. بالنسبه للاوراق، بالنسبه ماشي مشكل تكون اوراق بيضاء او اوراق سوداء. غادي ندوزو باش نديرو ليها، غادي ندوزو باش نديرو لها اللصاق كما ذكرت معاكم. غادي نحاولو نلصقوها من الجوانب.
بهذه الطريقه اللي درت معكم كتحمي صاحب الخوذه من اشعه الشمس، بالنسبه تكون الاشعه بزاف ما كيتخليش يحس بيها. هذه الطريقه الاولى بالنسبه اللي بغى يستعمل هذه الطريقه. بالنسبه ندوزو للطريقه الثانيه، تقريبا فعاله اكثر من الطريقه الاولى بالنسبه في الحمايه من اشعه الشمس. بالنسبه للطريقه الثانيه غادي نستعملوا في اللصاق. بالنسبه اللي بغى يستعمل لصاق ابيض، انا غادي نستعمل لصاق ابيض او لصاق اسود. غادي نخليكم مع الطريقه كيفاش غديرو تستعملوا. غادي نحاولوا نحيدوا الورق اللي استعملنا ونعاودوا نديروا الطريقه الثانيه باللصاق. نبداو بالشكل الثاني كما كتشوفوا معايا. غادي نحاولوا نديروها على خطوط افقيه، تقريبا غادي نديروا جوج الخطوط، ممكن ديروا اكثر او اقل على حسب الحجم ديال الكاسكي. الكاسكي يكون صغير او الكاسكي يكون كبير. بالنسبه لهذا الكاسك كبير غادي ندير ليه جوج تقريبا. نحاولوا ما نخلوش الفراغ بين اللصاق، ضروري تكون اللصاق تقريبا من بعضياتها. بالنسبه لهاد الفعاله ديال اللصاق اللي خدمت معكم اليوم، بالنسبه لاشعه الشمس ما كتخليش تضرك في عينيك، تقريبا كتكون فعاله جدا في الحمايه من اجل اشعه الشمس. أتمنى يعجبكم الفيديو من الأول إلى الأخير.